وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنا رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على رفق المسلمين والعناية بهم ورحمة أحوالهم والحرص على كل ما يدفع الضر عنهم، كما قال الله جل وعلا: وتعاون الأمر والتقوى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم فغير حكم من في السماء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم يدعو العمل، يحب أن يعمل به مخافة أن يعمله فيعمل به النفع يشق عليهم. والمعنى أنه قدرته العمل يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا باب الرفق، ربما دخل في العمل يدري أن يطوله فيخفف مخافة أن يشق على المأمومين، وكذلك قد يدخل في الصلاة ويطيل صلاتها فيسمع بكاء الصبي فيدعو التطويل مخافة أن يشق على أمه. والمقصود من هذا كله أنه كان يراعي عليه الصلاة والسلام أحوال المسلمين ويراعي ضعفاءهم حتى لا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للعلماء والأمراء وأعيان الناس أن يراعوا أحوال المسلمين بالرحمة والعطف وعدم المشقة عليهم في أمور دينهم ودنياهم، حتى لا تكون هناك فجوة بين المسلمين، لأن المشقة تسبب الفرقة والاختلاف. ولما بلغه أن قوما قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له؟ قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال قوم قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. وهكذا لما واصل صلى الله عليه وسلم ورأى الناس تابعوا في الوصال نهاهم، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فلما أبوا ينتهوا من الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. ومعنى لمطعم وطعم صغير يعني ما يفتح الله عليه من التلذذ بالمناجات والتلذذ بالطاعة، يقوم مقام الطعام والشراب. وليس معنى كما يضب الناس أنه طعام من الجنة، لا، لو كان يشرب من الجنة ما صار صائما. أن مقصود ما يفتح الله عليه من نفحات القدس والتلذذ بالمناجات والراحة عند قراءة القرآن ومناجات الله، يحصل له بذلك ما يقوم مقام الطعام والشراب. فنهاهم عما يشق عليهم وحثهم على ما فيه راحتهم. والمقصود من هذا كله أن العلماء يراعون العامة، وهكذا الأمراء والملوك والرؤساء ورؤساء القبائل يراعون عامة الناس في جميع الشؤون التي قد تشق عليهم، حتى يحصل بذلك التعاون والتواصي بالحق والتراحم والتعاطف. وفق الله الجميع. يكون حكم الوصال مكروه؟ مكروه، لأنه لو كان محرم ما واصل به، مكروه لا ينبغي. ما قال أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، مو من خصائص شرعيته له. كان من الزبير وجماعة يواصلون يقول ما يشق علينا، ولكن بكل حال أقل أحوال الكراهة، لأنه كان محرم لم يواصل بهم، لكن لما استمروا في طلب الوصال واصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر زدتكم. دل ذلك على أنه ينبغي لهم تكلف في هذا، بل ينبغي لهم قبول الرخصة، إن الله يحب أن تؤتروا خصم. أطول وقت يجوز للمسلم أن يوصل فيه إلى العشاء أم إلى السحر؟ إذا أراد أن يواصل فإلى السحر، مثل قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل
فليواصل السهر. لو ترك العشاء والفطور وصار أكله من السهر إلى السهر لا بأس، لكن الأفضل أن يفطر مع الناس، إذا غابت الشمس الأفضل يفطر ويقبل رخصة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الناس بغير ما أجل فطر. ويقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. هذا هو السنة، عدم التكلف. هي للجواز فحسب من السحر إلى السحر؟ جواز إيه، والأفضل عدم، لكن لا تصل إلى حد الكراهة. لا، الأفضل عدم. نعم، ليس في هذه الأحاديث دفعا للأنانية، كون واحد يريد أن يمشي رايح على الناس أو على الجماعة الذين حوله. اللي خالف الشر لا، ما يصلح، يصلح لا يصلح أنه يمشي رأي خالف الشر. أما إذا أراد ينصحه شيء يوافق الشر فجزاه الله خير. أحسن الله. الإمام أحمد في السير أنه يواصل آخر عمره، ثبت عنه أنه يواصل فقد غلط، ثبت عنه فقد غلط الرسول وقدوة عليه الصلاة والسلام. أحمد ولا غيره كلهم واحد، فالعالم يخطئ ويصيب، يجتهد ويخطئ. هل يجوز الدعاء لمن قدم من المدينة بقول زيارة مقبولة يا شيخ أو تقبل الله؟ لمن قدم من المدينة أو قلت له زيارة مقبولة، تقبل الله صلاتك وتقبل الله صيامك، ما في شيء، جزاك الله خير. بالنسبة للعمل في الشيخ، نعم، بالنسبة لما اعتاد بعض النساء والأطفال بعضهم بعض في أثناء صلاة أحسن العمل، أن تهز راسه مثلا بإجابة بنعم أو لا، هل أحسن عملك هذا يكون مبطلة الصلاة؟ نعم هكذا. إيه نعم. نعم لا. أحسن العمل. أو كذا. ما في بأس. ما في بأس. الإشارة ما بأس. أحسن العمل. تخفيف الصلاة. الإشارة في الصلاة لا حرج فيها. وكان النبي يشير بيده لا سلم ويقول هكذا يشير بيده عليه الصلاة والسلام. من تكلم ناسي يا شيخ؟ لا شيء يعني. التخفيف بالنسبة للإمام في الصلاة ما يخل بالصلاة، التخفيف هذا شيء يناسب ولا يضر المصلين، ينفع المرأة اللي ولدها يصيح أو ينفع الإنسان الذي عنده حاجة شديدة، والتخفيف نسبي يتحرى فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى فعل النبي في صلواته. طيب الشيخ يوافق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يكون بالاستمرارية أم يكون تارة وتارة؟ يلزم سنة النبي إلا إذا عرض. جزاك الله خير. سمعت بعض الناس شيخ تعود ان يقول بعد كل صلاه للي يجلس بجنبه تقبل الله بعد كل صلاه. اتي ادم مو لازم، ما لها صلاه، لكن فعلها بعض الاحيان. وبعدين ما بلغنا عن السلف هذا. ما بلغنا عن السلف.